رجعنا لكم بفيديو جديد وتحدي جديد. هاي لعبة شنو؟ لعبة تحدي الشواية. لعبة تحدي الشواية طبعا هسه شوية ونشرح شلون اللعبة تلعب. خليكم ويانا بعد ما جهزنا اللعبة. هسه رجعنا لكم. هاي طريقة اللعبة شلون تلعب اللعبة. اللعبة يفرون هذا السهم، يفرون هذا السهم. مثلا السهم وين يوقف؟ مثلا السهم يوقف على هاي الدجاجة. شي يختار؟ يختار دجاجة منها، يختار الدجاجة منها. وين يخليها؟ يخليها هنا على الشواية. هاي الشواية بس شرط شنو؟ لازم يخليها على كيف، لأنه أي أقل غلط شي يسوي تطفر الشواية اللي فوق، تطفر الشواية اللي فوق. هسه بي وين نبدي؟ خل نبدي بعلاوي، خل نبدي بعلاوي، لا يزعل، خل نبدي. يلا فر علاوي، شنو اشترعت لك؟ فلفل. يلا خلي فلفل، خلي فلفل على الشواية على كيفك. عافية. هسه المن الرقية. يلا رقية فريها، ايش طلع عليك؟ دجاجة. يلا رقية خلي دجاجة، خلي دجاجة على كيفك، لا تقمز لي فوق. عافية. هسه الفطومة. يلا فطومة، ايش طلعت؟ تطلع لك فطومة؟ دجاجة. يلا خلي دجاجة. هسه علاوي، يلا علاوي، ايش طلع لك علاوي؟ سمكة. سمكة. يلا خلي سمكة. يلا هسه الرقية، رقية وراك. يلا رقية، ايش راح تطلع لك؟ شنو؟ بروكلي. ها بابا بروكلي، بروكلي. يلا يلا خلي بروكلي على كيف. لا 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 فطوم، لا هي هي بيل على شلون غير تصعد لي فوق. يلا هسه المن فطوم. شنو فطومة؟ طماطة. يلا اختار الطماطة. اي هسه العلاوي. يلا علاوي ايش راح يطلع بالله؟ ذرة. ذرة. يلا علاوي خلي ذرة. يلا علاوي خلي ذرة، ما لك دخل، بيخلي هو هو هي. صعدوا هاي، صعدوا. يلا هسه رقية. شوف رقية ايش راح يطلع لك؟ طماطة. يلا طماطة خليها، خليها خليها، ما لك دخل بها. عافية. هسه المن فطومة. يلا فطومة شو رايك طالش؟ اذرة. لا لا ها اذرة؟ شنو؟ صوصج. صوصج. يلا خلي صوصج. عافية عافية بالابطال. هسه شنو علاوي؟ ايش طالك؟ فلفل. فلفل. يلا علاوي خلي الفلفل. فلفل. يلا خلي الفلفل. عافية. يلا خلي الفلفل. عافية. هسه المن رقية. يلا رقية ايش راح يطلع لك؟ صوصج. خلي صوصج، خلي صوصج عدل، دير بالك لا تقمص. عافية. شنو؟ دجاج. ماك دجاج غير وحدة، غير وحدة. سمكة. سمكة خلي سمكة، خلي عدل. عافية. لحد الآن ما قمزت. لا بعدكم بعد. شنو علاوي؟ طماطة. ماكو طماطة، ماكو طماطة. اختار غيرها. ماكو صوصج غير الصوصج. شنو؟ بروكلي. يلا علاوي خلي بروكلي. عافية. لحد الآن ما قمزت. خليك لاكل. شنو هط؟ شنو؟ افطر. يلا افطر، خلي الافطر. عافية ما قمزت. يلا بعد شنو هسه فطومة؟ ذرة. يلا هسه علي. لا هسه تطفر، هسه اقل غلط تطفر. طبعا انه ما غلطتوا طبعا، ما تطفر. ماكو. يلا خلي على هاي الفطور، خلي على، خلي خلي هاي الفطور. يلا على خليها على كيف.
يلا على رقية 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 شنو رقية؟ دجاج دجاج ما في دجاج غيرها غيرها دجاج خلص اذرة مو؟ اذرة بروكلي يلا خلو بروكلي عافية يلا فطومة طماطة عافية يلا علاوي فلفل ماكو فلفل ماكو يلا بروكلي ماكو أذرة يلا طيقرة يلا علاوي أذرة الله زين دير با دير باك يلا رقي ما في طماطة شوف غير طماطة يلا افطر افطر يلا على بسرعة افطر عافية يلا فطوم يلا فطومة يلا يلا طفرة صار بيها ثقل وطفرت شوف تطفر هاي الفكرة مالتها كل ما تخلي زايد وما توازنها تطفر يلا هسه بنهاية التحدي شنقول شير وسبسكرايب